حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. يا زوزي بطل اكل الشوكولاته، الشوكولاته سايحه وحضرها تروح. انت لو خليتيني اكل شوكولاته قبل ما اركب العربيه ما عمريش هتبطل الدنيا. وعايز تاكل شوكولاته ليه اذا كنا احنا رايحين نتغدى عند امينه؟ بقول لك لو حسيت في اي لحظه كده ان انت زهقان، القعده مش مريحه، قول لي هنمشي على طول. خد كلينكس بقى، انت زودت بقك وخدك، والقميص دي اول لابسه ليه. انت قلتي لي البس هدوم جديده. يوه هو انت لازم كده كل كلمه ترد عليا بكلمتين ثلاثه؟ يا عم فوتني، ما تدش في بقي كده، سيبني اكون جمله مفيده من غير ما ترد عليا. انت قلتي لي لما حد جديد يكلمني لازم ارد عليه. صح، بس اللي انا عارفه ان سعر الدولار هيرجع يطلع تاني، او يعني ده اللي انا سمعته. بص ماليش قوي في حوارات البورصه والدولار والكلام ده. بص حتى اللي ما بيفهمش فيهم كتير بيحاول يفهم دلوقتي، لان الموضوع ده بيأثر في شغل ناس كتير. والله عندك حق. ايه ده؟ مش تقولوا ان انتوا عندكم ضيوف؟ لا ده مش ضيوف، ده صاحبنا انا وامينه رامي. زي ما الاستاذ زياد صاحبنا انا وامينه، مش كده؟ اقعد 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 اقعد. ماما مش فاكراني من يوم الفرح؟ يا ما شاء الله ابني ذاكرة طفولية بتتخيبة. انت بس لو تستعمل الذاكره دي في المذاكره يا زياد. مذاكره ايه يا امينه؟ حرام عليك، لازمتها ايه السيره دي؟ ما تقول لها. حاضر هقول لها. على فكره رامي بيشجع ريال مدريد زيك. برافو، احنا الاثنين ضده. اوكي يلا. اوكي. ضد مين؟ انت هتعمل فرقه ضد سليم يا زياد؟ ماشي. انا خلاص انا هقطعهم في البلاي ستيشن دلوقتي. تبقى فريقي ونوريه مين يقطع مين؟ يلا. يلا اتفضلوا قدامي. ماشي يا زياد. اقول لك الخطه بقى. يا زوزي. شفتي نشاك الدبوس اهي؟ لقيت. ايه ده؟ ده ايه ده اصلا؟ مفارش الكنب. لا يا ماما حرام عليكي، احنا ترينا في البيت ده من كتر مفارش الكنب اللي عماله ترشقيها في كل حته.
يعني انت عايزاني اسيب الكنب من غير ما فارش توسخ؟ لا نشتري بيضات احسن. كنب ايه ماما اللي بتقولي عليه ده؟ انا من كتر ديكورات البيت العظيمه اللي انت حاطاها لي في كل حته مش هين عليا اصلا اجيب عفش. عارفه انيسي بيتي كده يكون براح وواسع الوانه ساده و... مش فاهمك انت يا اختي في العفش وفي الديكور يا بتاعت الدليفري انت. لا ما اشتري العفش بتاعي من دمياط احسن. بنت زوزو. نعم. كمرتي ايه ورا ظهرك؟ ها؟ كمرتي ايه ورا ظهرك؟ ورا ظهري؟ ده اصله عايز يتغسل. طب وريني. بنت هاتي يا ماما، هاتي يا ماما. بقول لك ايه، اولا مش مقاسك، ثانيا انت قلتي الشنطه دي انا مش عايزه اشوف فيها ايه، واي حاجه فيها انا مش عايزاها. زوزو انت طمعانه في جهازي؟ ماما شوفي زوزو. هاتي يا ماما، هاتي يا ماما. خدي فرحه ما تمت خدها الورم وطار. خلاص يا ماما هاتي امسكي، مع ان انا عارفه انك هتقولي بلدي. لا بالعكس حلو قوي. ميرسي. ايه كنت عايشه اقول عايشه اقول ايه بس يا ماما. ايه يا ماما بقول لك ايه، فضي الشنط بسرعه عايزه اعبي هدوم من كده. ماما يا حبيبتي ماما ما انا شايفاك يا اختي وانت راجعه انت وراويه من السوق شايلين كياس فيهم شيء وشويه. والله ما جبناش حاجه كده ولا كده، يعني احنا جبنا حاجات للبيت بس. يا حلاوه حاجات للبيت، وبيت ايه بقى الحلو ده اللي بيلبسوا له ارواب بالريش؟ ماما ماما ايه بس ماما. ايوه كده يا حكي، بقالنا سنين ما ضحكناش. واحنا يا ستي مش متفقين مع بعض هنروح نجري في النادي؟ صح. لا مش هينفع النهارده. لما هو مش هينفع مخلاني ليه اضرب المشوار من بيتنا لغايه هنا عشان اشرب ليمون؟ مش كان في ما بينك اتفاق؟ ما كانش هينفع اخلف وقت. اديني جت لك. اخبار مديرك الرخم ايه؟ لا جديد. يا اما بقى هو يسيب الشغل ويروح يشوف شغلانه تانية، يا انا اللي هسيب الشغل وادور على شغل تاني. بس بيني وبينك عايزه افضل قاعده شويه، محتاج اكسب خبره. لا ما ينفعش تسيب الشغل يا شهد، شركه كبيره كمان ومرتباتها كويسه. انا فاكره ان عمر كان بيقول انهم بيدفعوا كويس جدا. عمر؟ الشغل؟ تمام مش الحال كويس. انت عارفه شغلانه السيلز دي بتبقى يعني موتره جدا. بس تمام مش الحال. طب عمر؟ هو سينيور يعني، واحنا سيلز بعيد عن بعض تماما، محدش فينا بيشوف التاني اصلا. لا دي عايزه لها صدفه عشان تتقابلوا اكيد. بالظبط كده. غريبه قوي الصدف في حياتنا انا وانت يا شهد، صح؟ يعني انا اعرف بالصدفه ان انت اختي لما قابلك عند بابا في التربه. وبعدين انت تتعرفي على اللي كان خطيبي وتشتغلوا مع بعض وتحبوا بعض من غير ما انت تعرفي ولا هو يعرف. كل دي صدف احنا ملناش ايد فيها الصراحه. بس الصدفه العجيبه بقى ان انا اشوفك امبارح تحت بيتك انت وعمر واسالك النهارده تعملي عبيطه يا شهد. انا فعلا عبيطه. فعلا عبيطه ان انا ما جمعتش ان اللف والدوران بتاعك ده اللي من اول القعده عشان يوصلك للموضوع ده. انا اللي بلف وادور يا شهد؟ ازاي؟ ده انا جايه النهارده عشان اديكي فرصه ان انت تتكلمي معايا دغري، ايه اللي حصل؟ ده انا جايه عشان اسمع منك ان ده مش عمر وان نظري ضعيف او ان انت كنتي مضطره ان هو يوصلك او كان في حد تاني معاكوا، بس في الاخر انت برضو بتكذبي وبتحوري وكمان بتزعقي وعايزه تقلبي الترابيزه. انا اللي بقلب. ايوه انا. انت اللي قلبتي الترابيزه من ساعه ما عطمتي موضوعي مع عمر. ناسيه ولا فكرك؟ انت ما فكرتيش تساليني ولو مره انا حاسه ايه تجاه عمر، ولا رفعتي عليا سماعه التليفون حتى وتساليني علاقتنا وصلت لغايه فين؟ امرتي ونهيتي وانت قاعده مكانك. تعالي هنا بقى قولي لي، انت مش قلتي بعظمه لسانك ان عمر ده ما يهمكيش اصلا ومش في دماغك؟ ما هو فعلا ما يهمنيش ومش في دماغي.
انا اللي كان هاممني ساعتها واللي بيهمني دلوقتي هو انت يا شهد. وبعدين انا عايزه افهم، انت كنت فاكره ايه؟ ان انتوا هتكملوا مع بعض في السر من غير ما حد يعرف؟ على فكره احنا سيبنا بعض فعلا من يوم الفرح، سيبنا بعض لسه راجعين لبعض ما بقالناش كام يوم. يعني انتوا رجعتوا لبعض يا شهد؟ يعني انت شايفه ان عادي جدا ان اختي تبقى مصاحبه اللي كنت هتجوزه؟ انت شايفه ان دي حاجه منطقيه؟ منطقيه بالنسبه لمين؟ انت في ايه في دماغك؟ انت مش كنتي عماله بتقولي ان مش مهم الناس تشوفنا بنعمل ايه، ومش مهم نبقى بنعمل حاجه مجنونه، المهم مريحانه وخلاص؟ انت بتقضي نفسك؟ ما انت رحتي اتجوزتي واحد عارفاه بقالك كام شهر، محدش كلمك، ولا هو حلال ليكي وحرام عليا؟ كام شهر بقى كام يوم؟ انا ما خبيتش علاقتي بسليم على حد عشان انا مش بعمل حاجه غلط. العلاقات اللي في السر دي علاقات رخيصه يا شهد. ده على كده بقى كل اللي حواليك الخاص يا غاليه، هتلاقيها يا عيني مين ولا غيري؟ من ابوكي بقى اللي راح اتجوز وخلف في السر، ولا من اختك اللي ماشيه مع اللي كان خطيبك، ولا بقى مع امك وعمك اللي ماشيين مع بعض في السر؟ يا شيخه ارحمينا بقى، ارحمينا. في ايه؟ ربنا ما يحكمك على حد. بقول لكم ايه، في فيلم حلو قوي هيتعرض في التلفزيون دلوقتي، يا اما تقولوا عايزين ايه يا هتفرج على الفيلم. لا لا سيبك من التلفزيون يا زوزو، ده احنا عندنا افلام اجمد من كده بكتير. نمايه جديده؟ مين عمل ايه؟ نمايه؟ مش نمايه، سر، سر كبير ما كانش المفروض اعرفه. تتكلمي يا ماما ولا اقول انا؟ سري انا مش فاهمه حاجه. السر الكبير اللي خبيتيه علينا كأنك عاملة عاملة، فبدل ما أعرفه منك أتعاير بيه. أنا مش فاهمة حاجة. أمك هتفهمك يا حبيبتي. أولاً ما هو سر، ثانياً ما هوش عيب، ثالثاً ما فيهوش أي حاجة تتعايروا بيها، وبعدين من فضلك كلمي أمك بأدب أكتر من كده، فاهمة؟ أنت كنت عارفة يا زوزو؟ أيوه. هو انتوا مخبيين علي حاجة تاني؟ أيوة يا حبيبتي مخبيين، كل واحدة فيكم مخبية سر. اللي تعبانة ومش عايزة تقول لحد إنها تعبانة، واللي عنده بنت بقاله سنين مخبيها وعرفناها بالصدفة، واللي بتحب بقالها شهور وشهور ومقرطصانة كلنا. لمعلوماتكم بقى، أمكم كانت عايزاكم تعرفوا من أول لحظة. أنا بس كنت مستنية الوقت المناسب. الوقت المناسب، لطيفة قوي حجة الوقت المناسب دي. يعني شهد تقولي أنا كنت مستنية الوقت المناسب عشان أقولك إني رجعت لعمر، وماما تقولي أنا كنت مستنية الوقت المناسب عشان أقولك إن أنا بحب أنكل عادل. أنكل عادل؟ أيوة. بس بصراحة هي غريبة يعني شوية يا ماما، يوم ما قررت تحبي حد تروحي تحبي عمنا. أنا ما رحتش أحب عادل، أنا رجعت أحب. أقسم بالله والله العظيم أنا ما كنت متخيلة إن لساني يقول الكلام ده. كمان أمينة دي عليها طريقة مستفزة تخلي الواحد يبقى عايز يشرح نفسه قدامها عشان ترتاح وتخلص. يعني كمان يا عمو بعد ما أنا بقيت في وسطكم وحاسة بالأمان معاكم، هبيعكم يعني البيعة دي؟ لا 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 لا، انت بعتي من اول حكايتك مع عمر لما كانت على قد صدفه، قلنا ماشي ومحدش لامك عليها، لكن ترجعي وتعمليها وتاني وفي السر كمان؟ لا بقى. بصي موضوعي انا وناديه احنا هنتصرف فيه، بالنسبه للاولاد مصيرهم كده ولا كده كان هيعرفوا المساله كانت مساله وقت مش اكتر، لكن موضوعك انت وامينه بقى ده اللي لازم تفكري فيه. انا بس يعني كل اللي انا عايزاه دلوقتي ان حضرتك وطنط ما تبقوش فاكرين ان انا كان قصدي اعمل كده. طب وحياه النعمه الشريفه دي على عيني، وحياه رحمه ابويا انا ما كان قصدي. خلاص خلاص، ربنا يعدي الموضوعين دول على خير. احمد ما حكاليش تفاصيل قوي، وانا حابه اسمعهم منك الصراحه عشان اعرف ممكن نساعدك ازاي يا مياد. مفيش، هو من كام شهر كده ولادتي اتاخرت، فالدكتور صمم انه يولدني قيصري. سبحان الله، لولا انه فتح بطني ولا كان شاف ولا كنا عرفنا ان في ورم. وعملت التحاليل وقبل اسبوع البت
اكتشفت ان المرض الوحش. ومن يومها كش مني. بس انا في الاول قلت معاه حق على فكره. ما هو اصلا مفرحش باول خلفته. بس هو كان نفسه فؤاد وانا جبت له البيت. لا وبعد كام يوم يعرف اني عيان. وهو بمزاجك يا ميادة؟ الاول كنت فاكره مش عارف يفرح بيها. طلع خايف. خايف؟ خايف يتعدي. لما اكتشفت بقى ان انا هتعالج بالكيماوي اني مش هعرف ارضع البنت، خدها عند امه. امه اللي قوته عليا زياده وخوفته مني اكتر. طب مفيش حد من عيلتك ممكن يتكلم معاه؟ حد كبير بيحترمه؟ مش بيسمع كلام حد. وبعدين هيفهموه ايه؟ هو حد فاهم حاجه؟ خايف. بس كنت انا ذات نفسي خايفه. انت عارفه؟ لما بدأت أول جلسة الكيماوي كنت فاكرة دي أوحش حاجة هتحصل لي في حياتي. أه والله. لحد لما خدها من وشي. أنت مش مكفي حرقة قلبي عليها؟ لسه حتة لحمة حمرا. ده أنا مش عارفة أرضعها بصدري. ده أنا مش عارفة إذا كنت هشوفها لما تكبر ولا لأ. ده مش هين عليه يسيبها لي أشوفها الكام يوم اللي فاضلين لي. تقوليش كده يا ميادة، تقوليش كده يا حبيبتي. كم يوم ايه بس؟ ان شاء الله هتخفي وتقومي بالسلامه وتكبر في حضنك وتجوزيها كمان يا ست. والله ما عايزه اعيش عشاني، والله العظيم عشانها هي. انت عارفه امي كانت بتقول لي الدنا غالي، ما يحسش بالكلمه دي بقى ولا يفهمها الا اللي يجربها. قلتليش اسمها ايه بقى البنوته؟ نور. نور. طب هو خد النور من قد ايه؟ شهرين. بلاش. كنت ناوي تحكي لي امتى بقى ان شاء الله؟ على فكره انا كنت احكي لك من وقتها، بس انا ما بقتش عارفه اتلم على اعصابي. كمان انت اليومين اللي فاتوا كنت مشغول جدا، ما كناش بنتقابل يا عمر، وموضوع زي ده انا مش هينفع اكلمك فيه في التليفون. أنا مش عارف أنت خايفة منها كده ليه؟ أنا قلت لك من أول يوم إن إحنا مش بنعمل حاجة غلط. ما أنا عارفة إن إحنا ما بنعملش حاجة غلط. إنها شايفة حياتها وعايشة عادي يعني. ليه بتدي نفسها الحق تقول لك اللي صح واللي ما صحش؟ هو أنت بتحاول تقنعني مثلا بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ ما إحنا اتكلمنا فيه قبل كده وعارفينه، إيه الجديد؟ أنا اللي فارق معايا دلوقتي حاجة واحدة، إن أنا طول الفترة اللي فاتت كنت عمالة أهيئ نفسي نفسيا إزاي أفتح معاها الموضوع، وفي الآخر الكلام اتطص في وشي. هو اللي حصل بقى كده كده كانت هتعرف. يا ريتها جت على قد كده. يعني ايه؟ مش قصدي، قصدي يعني الطريقه اللي عرفت بيها. انا حسيت زي ما كنت قفشت في كمين ومعايا حشيش. يا بنتي والله انت مكبره الموضوع. هي بتعمل اللي هي عايزاه. ما ينفعش تدي لاي حد كده الحق يتحكم في حياتك ويقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه. عمر دي مش اي حد، دي اختي. اختك اللي لسه عارفاكي من شهرين قبل ما تعرفيني؟ وايه علاقة ده بده؟ لأن الموضوع ده كنت ممكن أبلعه لو كان على عالية مثلا، لكن عليك أنت لأ. طب إيه رأيك بقى إن اللي فارق معاها أنا بجد؟ واللي مضايقها فعلا إن أنا عملت كده من وراها وخبيت عليها؟ لأ، اللي فارق معاها الموضوع كله على بعضه، لأنها غيرانة ومستكبرة طول. أنت رايحة فين؟ موضوع زي ده يا عمر مش أنت بالذات اللي أتكلم معاه فيه، مش مريح. لا واضح فعلا ان هي كلام ما بيأثرش عليكي خالص بصراحه. انا مش بخاف غير من عادتك لوحدي. هي بتجيب لك افكار مجنونه، هي بتقلب لك. ايه ده؟ انت قاعده هنا ازاي؟ الناموس ده هيقتلني. لا ما انا الناموس هرش ان دمي ما فيش منه الرجا، ما تقلقش. احنا قلنا ان احنا هنعمل اي حاجه نقدر عليها، حتى لو سافرنا بره. ان هو سفرنا بره هيفرق في ايه؟
هو نفس التلقيح الصناعي اللي جربناه. على الأقل عرفنا إن إحنا هنا وصلنا لأحسن حاجة نقدر نوصلها. هما وصلوا، أنا اللي شكلي مش هوصل. أمينة، أنت عايزة تخلي فينا؟ ده سؤال بجد يا سليم؟ أكيد مش عشان أجرب الوجع، عايزة أبقى أم. بس إحساس عموما ممكن توصلي له من غير خلفة. أنت شفتي هنية؟ أمي اللي ما ردتنيش، شايلة همي حتى هي نايمة. ما أنا مجربة الإحساس ده مع زياد، بس مش ده اللي أنا بتكلم عنه. أنا عايزة أخلف ابن أو بنت منك أنت يا سليم، يبقى ابننا أنا وأنت. طالما عندك الرغبة دي والقدرة دي، خلينا نتبنى طفل ونديله الحياة اللي يستحقها. أنا مش بقول إن إحنا هنعمل ده دلوقتي، بس إيه رأيك؟ مش عارف، مش حاسة إن أنا قادرة أعمل كده. هنا ناموس هيقتلنا، واحنا عندنا اوضه تلمنا، ما ندخل جوه احسن. والله نفسي اجي، بس عندي رحله بالليل بقى فاخاف اتاخر. هو كمان بيسال عليك، تصور. لا بابا، ايه اللي انت عايز تكلمه في موضوعنا يا رامي؟ مسال ابيد ولا ايه؟ انت زياد لحد دلوقتي متخيل ان انت يا دوب صاحب سليم وخلاص. طب نبقى نتكلم بقى في الموضوع ده لما ارجع. ماشي، اوكي، يلا باي باي. يا صباح الفل. صباح الخير. معلش انا اسفه على التاخير. ولا يهمك، بالعكس انا اللي نزلتك فجاه. لا ده انا بموت في المفاجآت، اديني في المفاجآت بس يا رب تبقى مفاجاه حلوه. تشربي؟ لا لا تمام، انا مسيطره بجد. لا 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 تمام. هو انت ايه، اتخانقت مع امينه وجاي تشتكي لي ولا ايه؟ لا خالص خالص، وقعت قلبي. ده انا قلت ان عينينا مقوره وحسدناكم. بصي انا مش هطول عليك، أنا مش عارف أتعامل مع أمينة إزاي في موضوع الحمل. ومش بتكلم مع العصبية والنرفزة والحاجات اللي طنط وعلي بيشتكوا منها. أمال إيه؟ أنا خايف عليها من الإحباط. أنا حاسس كل ما نتائج الحمل ما بتطلعش زي ما إحنا عايزينها، بحس إنها بتدخل في منطقة غامقة، وأنا بصراحة مش عارف أطلعها منها. لا انت دايما بتطلعها منها، صدقني على طول بتطلعها منها، بس انت مش واخد بالك. بس بالنسبه لبقى ان المنطقه غامقه، ف ده طبيعي يا سليم. انا اقترحت عليها اننا نتبنى. طبعا انا مش عارف لو ده صح او غلط، بس أنا كنت عايز أفهمها إن إحنا نقدر نوصل لحلمنا من غير ما تحمل. بس برضو مش عايزها تفهم إن أنا بقول لها إن خلاص مفيش أمل، وإن أنا زهقت ومش عايز أحاول تاني. أنا مش عارفة أوصف لك شعورها عامل إزاي، يعني إذا كنت أنا ست زيها ومش عارفة هي حاسة بإيه بالظبط. بس هو صعب غصب عنها، يعني نرفزتها وعصبيتها وتوترها ده غصب عنها، حتى تمسكها بحلمها كده لآخر لحظة غصب عنها.
طيب ممكن اطلب منك طلب؟ طب لو فتحت معاكي الموضوع ده عايزك تفهميها ان انا عايز احاول تاني وتالت ورابع، بس برضو عايزه تفهم وعايزه تفكر في الاقتراح اللي انا قلته. سليم انت متاكد من الفكره دي؟ يعني انت مقتنع وهتبقى مبسوط، ولا انت بتعمل كده عشان خاطر امينه وبس؟ انا متاكد ومقتنع ان انا عايزه تبقى مرتاحه، مقتنع برضو ان احنا الاثنين عايزين يبقى عندنا ولد او بنت، مقتنع ومتاكد برضو ان انا عايز اعمل المستحيل عشان اوصل لده. بصوا يا بنات، انا في الحقيقه مش جاي عشان احكي لكم على اللي فات، ولا عشان افهمكم اصل الحكايه اللي كانت بينا. امال حضرتك جاي ليه؟ عشان تاخد مباركتنا؟ اولا ناديه ما تعرفش ان انا جيت عشان اتكلم معاكم، وانتم من ساعه لما اتكلمتوا معاها وهي بطلت تكلمني. للاسف رجعت تعاقب نفسها تاني. تعاقب نفسها؟ ليه؟ علشان احنا خبينا عليكم، مع ان انا شايف ان رجوعنا لبعض ما هياش حاجه غلط، ومتاكد كمان ان انتوا يهمكم ان والدتكم تكون سعيده. طب ولما انتوا شايفين ان رجوعكم لبعض مش غلط خبيتوا علينا ليه؟ هي لما خبت عليكم كانت بتفكر فيكوا قبل ما بتفكر في نفسها. جوازك تعب سليم لغاية لما قدر يقف على رجليه، تحضيرها لجواز عليا فضلت إنها تأخر سعادتها على سعادتكم، وإنها تطمن عليكم في الأول. أنا كمان في الحقيقة أنا جاي عشان عايز أتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا. أنا مش عايز المسافة اللي قربت بينا بعد السنين دي كلها ترجع تنقطع تاني. بصراحة دي أهم حاجة عندي. طيب هستأذن أنا. باي عمر. باي باي حبيبتي. باي. باي باي يا أنكل. مع السلامة. طب بذمتك ما صعبوش عليكي وهم عاملين زي روميو وجولييت كده؟ هو انت ليه محسساني ان انا الساحره الشريره في الموضوع ده؟ ما انت لو كنت معايا لما شهد دلقت عليا جردل الميه الساقعه. ماشي عندك حق، لو كنت مكانك كنت هتعصب وهتجنن برضو، بس خلاص الموضوع عدى عليه كام يوم، المفروض تكوني هديتي امينه والراجل جه لحد عندنا يتكلم معانا. هو جاي شايل كفنه. يبقى خلاص تتكلمي مع ماما. هو انت شايفاني مقطعاها؟ ما انا لسه مكلماها امبارح. استصعبتي يا امينه، انت كلمتيها عشان تساليها على طريقه الشيخ محشي. عملته وطلع حكايه، يجي تلم ونتعشى مع بعض. على فكره انا بتكلم جد، ماما مش عارفه اتكلم معايا من كتر ما هي مكسوفه مننا. وانت بتتهربي من الكلام من ساعه ما فتحتي الموضوع ده. اول يوم وعدى قلت خلاص، بس كفايه تتهربي من الموضوع. ما تقفريش. ما تزنيش عليها، ما تزنيش، خلاص. هلاقيها منك ولا من سليم؟ ماله سليم؟ ازيك يا علي؟ اهلا امينة. ازيك يا هشام؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا علي؟ اتفضل يا هشام اتفضل. انا كنت لسه بقول لعلي ان انا طبخه محشي ما اقولكش، انا هقوم اسخن. لا لا عادي، انا لازم امشي عشان لازم اروح للخياطه اجيب منها حاجات. هاجي لكم بكره بقى ابقى ادوي الاكل. ايه الرخامه دي؟ ما تتعشي معانا وبعدين تحركي. لا يا سليم مش هينفع، هاجي لكم يوم تاني. تشربي اي حاجه. خياطه؟ انت عارفه ان حسن ما بيحبش هشام ده. هو حسن بيحب مين بالظبط يا لولو؟
غالبا نمتي، بس قلت لازم اقول لك المحشي طلع تحفه. سليم بيبوسك وبيقول لك شكرا. كان قرب يفقد الامل اني ممكن اعمل اكل يعجبه. نتكلم بكره، تصبحي على خير. لا يا حبيبتي كويسه، وحشتيني قوي. يا بكاسه والله وحشتيني. هتخلصي امتى بقى ورق المعاش بتاعك ده عشان تيجي تقعدي معايا؟ هاني هاني يا حبيبتي، انت كويسه يا بنت ولا فيكي حاجه؟ كويسه الحمد لله. اخده بس شويه برد في معدتي، حاسه ان انا لوحدي وتعبانه. صعبانة عليا نفسي قوي يا ماما. ألف سلامة عليك يا شهد، خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. حاضر، متقلقيش عليا. حاضر ماشي يا حبيبتي، باي باي. ورحمة أبوكي بلاش أفوارك. لا يا حسن، بس الموضوع فعلا يضايق. يضايق ايه يا بنتي؟ وانا قلت لك ان هقطع معاها مثلا وضحكت عليك. دي جدة ليلى، يعني الحاجه الوحيده اللي باقيه لها من ريحه مامتها الله يرحمها. ماشي، وانا ما اتكلمتش. حتى لما اول الخطوبه رحنا لها عشان تعمل لي كشف هيئه ما فتحتش بقي، صح ولا ايه؟ ما بلاش معايا بقى. ايه الطريقه دي؟ يا بنتي دي جدتها، يعني من حقها تشوف مين اللي هتتجوز بابا ليلى، مين اللي هتاخد بالها من ليلى، ده حقها. ماشي، وانا ما اعترضتش. بس ايه لازمتها بقى ان احنا نعزمها على الغدا ونتجمع كل يوم جمعه؟ دي حاجه احنا متعودين عليها. ماشي، افرض مثلا اهلي عايزين يعزمونا او مسافرين لوحدنا او عايزين نبقى لوحدنا اصلا، هي المفروض تفهم ان انت هتتجوز تاني. حتى لو ده حصل برضه انا هفضل محافظ على الموضوع ده، عشان الست دي ما تحسش ان دورها قل في حياه ليلى لو اختفت من حياتي بعد ما اتجوزت. ولو فرضنا عملنا عيد ميلاد ليلى في البيت، انت اللي بنفسك هتكلميها تعزميها، مش حد تاني. لو انا متاكد الست دي هتتوجع كنت كلمتها عزمتها على فرحنا. لما الست دي كده كده موجوده في حياتنا اللي انت قررتي تبقي جزء منها، فلازم تتقبليها على فكره. بقى معاد صوت طيارته من ساعتين ونص. لا اكيد هتلاقيه هنا في البيت. ماشي، هسلم عليه. اوكي، نتغدى مع بعض بكره. طب ما كنت جيتي معايا وخلاص. اقفلي يا امينه اقفلي. واضح ان ابويا ما جاش وليه فاضيه من امريكا. يحيى، يحيى، هاي هاي هاي. وين يحيى؟ هير، هي وينت سليب. هي وينت سليب. هلا لنسليم، ازيك يا بابا؟ ازيك؟ عامل ايه؟ تمام. كود يو بليز تيك هير من سليم؟ اوف كورس. ثانك يو. مين دي يا بابا؟ دي اللي هتاخد بالها من يحيى. مين يحيى؟ يحيى سليم محجوب.